اسم ديالي حليمة والسن ديالي 17 سنة، وخرجت من السنة الأولى إعدادي. نهار السبت خرجنا أنا وواحد البنت كانت خدامة معايا في واحد المعمل، وخرجنا المهم قالت لي جيت تلاقاني وتلاقيتها. المهم خرجنا بقينا ماشيين في الطريق أنا وياها، وهو يوقف عليا واحد الشاب اسمه أنس، وقف عليا دالي التليفون ديالي وقال لي زيد معايا، ما بغيت تمشي معاه. المهم واش برني القرفة ديالي وقال لي زيد بزز. وقف عليك برجلو الطوموبيل؟ لا برجلو، بالنهار تقريبا كان ديك الوحدة بحال هيدا. موراها عيط لشي واحد وقال له هبط لي شي بياسه في يدك وشي حاجه، هبط له واحد بلاستيكه فيها السيليسيون، المهم شي تخربيق، وهبط له واحد الشفره، هبط له واحد الشفره. موراها بقى كيهددني بديك الشفره. و شنو جي في الحيدر حومه صدام حيت جوايه برشي في هذيك الرياض الجديد. صافي ديك الساعه مشيت قلت له عطيني التليفون ديالي ما بغاش يعطيه لي. المهم ملي هبط له ديك الولد ديك الشفره وديك السيليسيون، ديك السيليسيون خلاه عنده. وصافي ديك الساعه ومشباني من الخرفه ديالي، وبقى جارني في ديك برشيفه في الرياض دي برشيفه. ما قلتش لي ديك الساعه ما درتش ماشي واحد، ما هو اصلا فهمتي كيقول مسيطر في ديك الجيم. صافي وبقى كيشوف مني ديك السيليسيون بزز مني. و فين هادشي شنو زاد؟ في الحومه تصدام في ديك جوايه برشيفه والحومه تصدام. صافي ديك الساعه انايا خافت منه ملي شفت الشفره كيهددني بها، بقينا هذاك بقى كيشوف مني ديك السيليسيون. انا ديك الساعه فقدت الوعي ديالي اصلا، ما بقيتش فهمتي، بقيت عي تابعه وخايفه انا منه. بقى هذاك الليله بقى نهار كامل، وحنا في ديك الجهه في ديك الكوديه كيدور بيا دوار بيا النهار كامل، هو كيدور بيا وانا مشي بكره. انا اذا خفت منه مع حتى واحد، ما عندي لا خوتي ولا شي حاجه، باش تمشي تقول شي واحد. صافي ديك الساعه ما يهود الليل كل شيء شاد، طلعني للدار الدار ديالهم وتعدى عليا تما، ولا غدا في الصباح بكري في نضنا، وعطاني شي مهم شربت شي ما مهم. وديك ما الله اعلم انا جاني في حالي، هو كان بلع شي حاجه وحط باسطيه ولا ما نعرف كان بلعها، وتا هو مشى مكرمش. انت بوحديتو ولا مع خوتي؟ وقيلة ساكنين تا خوتو تما، ولكن انا ما شفت تا واحد في ديك الساعه، ما كان تا واحد في الدار وقيلة، ما تا واحد ما هود لعنا ولا شي حاجه. صافي لا غدا في الصباح نوضني في الصباح بكري وركبنا في التاكسي وخرجني واحد برا طنجة في شي تشار. المهم وعندو العائلة ديالو تما، واحد عمتو مشينا لعنده. مشيتو لراسكم ولا جا الطوموبيل؟ في الأول في التاكسي. صافي وتمشينا واحد المسافة على رجلانا. موراها داني لعند واحد عمتو، وديك عمتو ما كانت مسكينة باغا ترجعني للدار ديالنا، وبقى كيسفا على ديك عمتو كيغوت عليها، وتا كانو ناضو يدابزو في ديك النهار. و هي بغات زعما، هو قال لها زعما الا وقفت مع وقفت معاك عند بحال غنعمل لها اصلا. وانا خفت منه ديك الساعه، بقيت كنسيس خصني نرجع بالروح ولا شي حاجه. المهم ما خلانيش نرجع فديك الليله. صافي وبقينا كندورو في ديك الدشار، وداني لواحد بيت قدام شي مدرسه، باقي الله كيتبنا ديك البيت. تعدى عليا ديك النهار ويجي واحد تيلي لا غدا في الصباح، جا واحد تليفون ملي عايش صباح جا واحد تليفون، قالوا له بلي راه الوالدين ديالك كيقلبوا عليا والبوليس في الزنقه. صافي ويما حتى هي كانت صونات عليه وقالت له دغيا شوف كيفاش تعمل وعمل شي حال تجوج بالبنت قبل ما تنوض الحيحه وداكشي. حتى هي ما كانت متفقه معاه، قال لها سير للدار ديالو، هي ما بغاتش ناض كيزبل حتى في يما. صافي وديك الساعه جلس كيهدد فيا، قال لي ملي عرفتي عند الوالدين ديالك غتقول لهم بلي راني باغيه يعني انا، اولا راه شهرين الحبس غندوزو وغنخرج عليك وغنخسر لك وجهك. وقال لي انا غنصرد معاك زعما عي الشباير فهمتي، وعي هادوك هما اللي عيديو لي الحق ديالي انا، ما هادوك ودار معاه الاب ديالي. وقال له تينا الراجل ماما، قال له تينا ما عندك حتى دخله فيها فهمتي، تينا ماشي الوالد ديال. رجعت للدار حتى نهار اثنين في العشيه. ديكلاريتو الوالدين ديالي اصلا ديك الساعه وما ديكلارو بوليس. صافي قالوا مشينا عندنا شهاده طبيه
وهاد النهار هذا كنا هودنا للدار ديالهم باش نلقاو القبض عليه وما جبرناهش جبرنا عيما بغات تعطينا ترس الخيط ما عطاتهم لا حاله المدنيه لا لاكارت ديالو قال لك هو خرج ما كاينش في الدار وصورنا على كارت دخاح كنطالب بالحق ديالي رجع لي لي لان فهمتي عايش واحد التجربه قبيحه وعمري بات برا الدار حتى لديك النهار هذاك فهمتي والليل وبنادم كيتكرفص عليك وكيضربك وكيسفع عليك وانا ما قدرت نعمل والو لان فهمتي ما عندك كيفاش خصني عين نرجع بالروح فهمتي كيف كتشوف بنادم واقف عليك بالشفره و وبقى لحد الان خايفه لان كتشوف يماه مره كل ساعه كتجي يماه والدراري ديك الحومه كيجيو لهنايا نتوما تخسروا الفلوس ديالكم نتوما ما عادش اللي فهمتي كيجيو كيبقاو يهدونا في الدار ديالنا شنو كيقول لكم واش تنزلوا ولا تنزلوا عن جوجو هليل وانا ما خصنيش منه انا الام ديالها انا كنطالب بالحق لبنتي انا كنطالب بالحق لبنتي بالحق لبنتي بالحق لبنتي والحق لبنتي راني ما نسمحش فيه راني ما نسمحش فيه واخا نمشي عليه شراوط حيت بنتي ضاعت لي من يدي وتكرفص عليها وتهجم عليها ودابا كنطلب الحق لبنتي ضروري تعطيني الحق لبنتي هذا التفاصيل فهمتي التفاصيل كاينه اما هذا الشيء اللي كيعملوه في طنجة راني مدخلقت ما شفته انا مدخلقت ما شفت هذا المنظر هذا راه عندي 40 عام ومدخلقت ما شفت انا هذا المنظر هذا البنت كيجرجر اخر قدامك والناس كلشي كيتفرج الولد هز عليه الموس وكلشي كيتفرج اي حاجه كتوقع في هاد الطنجه هاد الطنجه راه فيها لا حول ولا قوه الا بالله لا حول ولا قوه الا مسؤوليه بنتي انا كنتحملها انا كنتحمل مسؤوليه بنتي انا اللي مكلفه بها انا اللي كلشي انايا انا فيها يماها فيها باباها فيها خاها وفيها اي حاجه انا كنطلب الحق لبنتي ما تضيع ليش وانا نعطيها له ما نعطيها لهش عيديها ما عيديهاش ملي كيجيو كيقولوا لكم الناس ديال العائله ديالك الناس كيجيو لعندي كيقولوا لي عاد خسر فلوسك عاد بقي عاد صنع عاد تريك هذا الشيء راه يقول شهرين ديال الحبس ويخرج شحال ما قوز ديال الحبس ويخرج خاه كيجي يهددني انا يعني الا مشى خير الحبس انا عنتبعو راه بزاف قواو عليا ودابا كيجيو لي حتى للدار يجيو لي حتى للدار لهنايا وكيهددوني حنا عندنا الفيديو د بنتك حنايا بنتك باغيه الولد بنتي ما باغياش الولد تاك باغياه ما يمشيش معاه وما يديهاش يدرع منا وما يضربهاش في الشارع انا ديك الضرب د الشارع ديك الضرب د الشارع ديك الضرب د الشارع راه خصو يدخل قدامي وخصو يموت قدامي وانا كنشوف فيه راه ما تبرد ليش عيله ما موت انا ديك الضرب اللي كيضرب في الشارع والناس كلشي كيشوف راه ما يبردليش انا خصني نطالب بحق بنتي بالحق بنتي الله يرحم الوالدين ديالكم الله يرحم الوالدين ديالكم وهذا الشيء في هذه الطنجه خصكم تحدوه خاص المخزن يحدو قلتي بان واحد بنت هي اللي جابت عندك السيد وديك البنت اللي جابت لها الدري هي اللي جابتها له هي اللي قبضته بها وهي اللي كتبعتها له بعتها له ولا كتعملت له شي حاجه عملها ثانه ولا ما نعرف ولا ضربتها في الطرشه وراها شافت الكاميرا وراها شافوا كل شيء انا كنطلب من الشرطه ديالي تعمل لي الحق ديالي والا ما كاشي نعمل محامي انا ما عنديش انا الغالب الله انا عندي الله الكرا عليا كل شيء عليا انا خدامه على ولادي وهذا العيال راه ميتامه وانا كنطلب حقي والحق بنتي وانا انا مضيعه دابا انا جالسه على خدمه بارد ما حتى شي حاجه هالكلام ماجي شهر الكلام ماجي رمضان هاو ماجي كلشي هاو ماجي وانا هنا جالسه مع بنتي هنايا مصدومه انا وياها مصدوم. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.